جميع الأسماء المشتركة في عمل وصنع هذا الأوبريت هي أسماء أردنية عظيمة. يعني إحنا رح نمر على طلال أبو الراغب زميلنا وصديقنا اللي إحنا بنعتز فيه يعني، ونحكي عن صنع الموسيقى وكيف توظيفها. ورانيا قمحاوي وأسماء أردنية عظيمة جدا. قمر بدوان، قمر بدوان نعمل يعني دور جراسيا وأرتمس بالضبط بلبس يعني تاريخي رائع. هلا أبى هذا النهر ستلينا إلا أن يمر على قلوبنا. فكان جزء من هذا الأوبريت فلسطين، ونتحدث عن فرقة القدس مظبوط. نعم. يعني شو نتحدث عن دور هذه الفرقة داخل نعم. هذه الأوبريت، شو الدور اللي وظفتوه يعني؟ دور رائع حقيقة. إحنا زي ما بتعرفوا كان في حوالي 100 مشارك ومشاركة، فكان لازم إنه نعطي الفرصة ل فنانين من الأردن ليس فقط في فنون الرقص وإنما أيضا في التمثيل، فكان عندنا أيضا مجموعة زي ما بتعرفوا. إحنا عندنا فرقة مسك لفنون الرقص، فرقة محترفة، وأيضا طلبت مدرسة الباليه في المركز اللي دربتهم وأسستهم رانيا قمحاوي، فكنا بحاجة لفرق فنون شعبية أكثر، ففرقة القدس انضموا إلينا، وبشكرهم على يعني الحماس اللي كانوا فيه والالتزام في التدريبات. وأيضا في فرقة مجدل كمان، فرقة مجدل في الأردن هي فرقة تختص بالفنون الشعبية الفلسطينية وبتقدم أيضا فنون شعبية أردنية. وكمان كان في فرقة رهبات الوردية، فكان في يعني 4 مجموعات أضيفوا لفرقة مسك. وهذا التجانس وهذا التآلف بين الفنانين المحترفين وغير المحترفين كان جزء من العرض. يعني زي ما لاحظتوا كان في أطفال كمان طبعاً. في العرض، فإحنا بالأردن شعب فتي، يعني 70% من الشعب الأردني تحت سن 40، يعني ختيارة بالنسبة لك. فدائماً يعني سياسة الدولة هي أصلاً، ويعني وجلالة الملك عبد الله دائماً يدعو إلى إشراك الشباب وهيك، فكانت في يعني إشراك أطفال وشباب لسه مش محترفين كان جزء من يعني هدفنا، جزء مهم في جزء. طيب هنا أنا سؤالي علشان ما تغيبش هذه الجزء، وبرضه بالتالي أستاذ مفلح، يعني مشاركة شباب وأطفال أجيال لا تعرف شيء عما ذكره أستاذ مفلح تماماً، وربما لم تقرأ. يعني أحياناً ودي مشكلتنا بأطفالنا العرب، بيعيشوا في أماكن مليئة بالحضارة. يعني أنا وحضراتكم بتتكلموا عيني كده بتاخد المكان، ذكرنا يعني حضارات مرت من هنا، والشباب مش بالضرورة عارفين قيمة الأراضي دي. إزاي بتقدري توصل لهم الحركة، توصل لهم الإحساس، لأنه حضراتكم عملتوا موسيقى لهذه الفترات في إحساس مختلف، هي بعيدة كل البعد عن حياتهم اليومية. إزاي كانت السيطرة وإديهم الإحساس بأن إحنا يعني بنقدم عصور مختلفة؟ هم كانوا فخورين إنهم ما كانوا يعرفوا، فكنا دائما نشرح لهم كل لوحة معناها ولماذا أتت، وكانوا يستغربوا إنه في كل هالزخم وهالتراث القديم الممتد، يعني لم يتوقف تتوقف الحياة والتطور في هاي المنطقة إلى عصرنا هذا، وفي عصر الهاشميين والتقدم إلى آخره. فالأطفال اللي شفتوهم هسا قولوا لهم إيش المسرحية بيحكوا لكم كل شيء، وحافظين كل كان هنا بقى في الكلمات الرائعة اللي كتبها يعني مفلح. كان في دور لأستاذ مفلح في أنه يبقى برضو بيشرح للأطفال، ولا ده كان قائم على توجيه الإخراج والرقصات يعني الأستاذ مفلح حلكنا ونحن هو بيشتغل وبيعطي تبسيط الكلمة جزء من الرسالة. الكلام رائع، يعني الكلمات إذا بترجعوا للعمل الفني وبتسمعوا الكلمات رائعة مبسطة لكن فيها بلاغة، استطاعوا أن يفهموها المشاركين، وأيضاً اللي شاهدوه على التلفزيون الأردني البث المباشر أيضاً حسوا بقيمته. بس اللي تفضلتي فيه كتير مهم ستي، ست شفكي واسمك اسمي صعب شوي، تاريخي برضه تاريخي علاقة بالورد، قلتي أنت وردة تاريخي قديم. الفن هو أحسن وسيلة للتعلم، أحسن وسيلة لنقل المعرفة، خاصة المسرح الأدائي كتير ونقل القيم، القيم للمعرفة والقيم عن طريق الفن تصل بشكل أسلس وبشكل مقنع أكثر من المحاضرات. إحنا تجربتنا بتعرف لان الدكتورة لانا من 30 سنة
بنشتغل باستخدام المسرح التفاعلي لطرح قضايا وإشراك الجمهور في حل الإشكالية. أعمالنا الفنية دائما لها قيمة معنوية في الإنتاج وتعليم الأطفال. على فكرة جيل ناشئ أردني كبير تعلم من خلال هذا المسرح. أنا بدي أحكي لك سلينا في يعني مقاطعة، أنا كانت بداية عملي الإعلام لسه على أول الدرب، يعني ألف بال إعلام يدوب عارفه. جيت لعندكم على المركز وكم كان عمل مذهل جداً.